شكرا ليك كابتن هيثم السعيد. عقب احداث المباراه وفوز الزمالك بكاس السوبر في اللحظات الاخيره، يعني معي في هذه اللحظات الكابتن مصطفى شوقي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد. كابتن مصطفى برحب بيك على شاشه قناه الاهلي بعد احداث مباراه السوبر، ومعي كابتن هيثم السعيد في الاستوديو. لكن تعقيبا الاحداث اللي دارت بعد نهايه المباراه، ايه تفاصيلها، ايه اللي حصل، وتعقيبك على هذه المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بالكابتن هيثم والساده المشاهدين، برحب بحضرتك. هو المباراه كانت مصريه خالص بين الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك، الاثنين اجاد والاثنين كان روح رياضيه كويسه قوي، الفريقين كانوا حافظين بعض، التكتيك كل واحد، الخطط الدفاعيه الاخر، الفرق ما زادش عن جون او اثنين طول المباراه لاي فرقه. اللي حالفه التوفيق في الاخر هو اللي فاز، وفي الاخر ان هم مصريين الاثنين، واحنا اللي هيمثل مصر في بطوله العالم للانديه سواء اهلي او زمالك هو مصري بالطبع. فالحمد لله، الحمد لله المباراه عدت على خير، اللعيبه التزموا بالروح الرياضيه كلها، ما فيش اي مشاكل من اللعيبه خالص، وما فيش اي مشاكل من اي حاجه، الحمد لله انتهت المباراه وفاز الزمالك وخلصت. هو ما كانش في مشاكل بين الفريقين، لكن الاحداث اللي صاحبتها نهايه المباراه بعد اطلاق صافره النهايه وحصل اشتباكات، يعني حضرتك اكيد كنت في وسط الاحداث، عايزين نعرف ايه اللي حصل بالظبط. والله هو فرحه لاعب الزمالك تقريبا او مدرب الزمالك وائل فهيم مع الجمهور في المدرجات، جه راجل الامن من المكلف بالحراس الاستاد، شدوا مع بعض، بدات المشكله من هنا. لا ليس فيها طرف الاهلي ولا لعيبه الاهلي ولا اي حد من الاهلي، المشكله كانت بين الامن ولاعيبه الزمالك، وقدرنا نحتويها والحمد لله عدت على خير. يعني هو بس اللي مزعل الواحد ان الكلام ده كله قدام التلفزيون وقدام شاشات العالم كلها، المفروض نلتزم الروح الرياضيه كلنا سواء وائل فهيم او سواء فرد الامن، ان احنا سلوكنا لازم يبقى كده، خاصه ان احنا مقبولين على حدث كبير جدا هو كاس عالم 2021، فلازم الامور تتظبط اكتر من كده. حسن يسري اتعور، انا شفت اصابه حسن. حسن يسري اتعور والشبك معاه برضه امن، والامن جري على حسن يسري، بصراحه حاجه كانت في غايه السوء. احنا بنعتذر طبعا لكل المشاهدين اللي شافوا الحكايه، بس ده خارج برضه عن ارادتنا، والاتحاد ليس له دخل فيه، الاهلي ليس له دخل فيه، بين لعيبه الزمالك وبين الامن المشكله كلها، وما قدروش يحتويها لها. هل الامن اللي هو الامن المكلف شركه خاصه هنا داخل الاستاد اللي مكلف من قبل الاتحاد المصري، يعني هو التنظيم الاتحاد الافريقي من الاتحاد المصري، ولا الامن المكلف من قبل قوات الشرطه؟ لا ماليش دعوه اتحاد افريقي ولا اتحاد مصري بالامن، هي مع الامن المكلف بالاستاد هنا، مع شركه الامن المكلفه الامن الخاص بالاستاد تقريبا. تقريبا الامن الخاص بالاستاد، بس ما فيش حاجه اكتر من كده. والاستاذ مدحت البلتاجي جه وخلصت الموضوع وكل حاجه، ما فيش اي مشكله، عادي ووارد ان بيحصل ده كده، احنا بنعتذر وبنتاسف للساده المشاهدين كلهم على اللي حصل. كابتن مصطفى بشكرك وبالتوفيق لقصر كره اليد الفتره القادمه. كابتن هيثم، وشكرا لحضرتك، وشكرا للساده المشاهدين. شكرا.